The power of vulnerability 14 أو 14 مليون فيو فيديو أو تيك توك فيديو باي بريني برام وبيحكي لك if you cannot measure it then it is not exist at all. إذا مش قادر تقيس هذا الشيء فهذا الشيء بالضرورة غير موجود من الأساس. جاسر مصطفى جي توكس 101 things I learned from TED Talks. خلينا نبلش. هلا اول اشي بدنا نعمله قبل ما نبلش الفيديو قلت لك انه اسم الفيديو The Power of Vulnerability وانا جننت جوجل عشان نشوف كيف اللفظ الصحيح لهذه الجملة وكتبناها هون. خلينا نشوف شو بتحكي. Vulnerability ماشي 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 آسف Vulnerability ماشي ماشي ماشي. بيقول لك الحياة هي فوضى أو كايوس وكثير ناس بتحب تحكي لك إنه الحياة فوضى أو كايوس فعيشها. في ناس تحكي لك لا الأولوية إنك أنت ترتبها بعدين تعيشها. ضربنا في المايك إن شاء الله ما يكون الصوت عالي كثير. في أول الفيديو أو السورس فيديو اللي حضرناه تبع تيد توكس اللي حكينا اسمه في أول الفيديو بيحكي لك إنه من أهم أسباب الوجود أو إحنا موجودين علشانه هو connections الاتصال والتواصل. أنا بالنسبة لي ما ححط رأيي الشخصي في هذا الموضوع لكن أديك تحط لي رأيك الشخصي أنت في التعليقات. هل connections فعليا أو التواصل أو الاتصال هو سبب الوجود أو سبب وجودنا على هذه البسيطة؟ وإذا لا فإحنا ليش موجودين؟ هلأ بعد ما حطيت لي رأيك في الكومنت صرت قادر أحكي لك أنه صاحبة هذا الفيديو الفخم اللي أخذ منه فكرة هيدا الفيديو بعد دراسة استمرت لمدة 6 أسابيع ما بعرف شو هي الدراسة وصلت لأشي كثير 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 مهم لا أنا عارف شو هو ولا هي عارف شو هو بس سمته Unraveled Connection. Unraveled Connection يعني ترجمتها الحرفية بيقول لك الاتصال المفكك أو طرق التواصل اللي مش تواصل اللي فعليا هي مش اتصال حقيقي هو Fake Connection بما أنه هو أصلا اتصال مفكك اللي انت بتقوله ده يا مرسي بانجليزي ده يا مرسي والله منزي وانا اقول يا رب بانجليزي ده يا مرسي. خلينا نشوف شو قصة ام صاحبة هذا الفيديو في هذا الفيديو. حكت لك الاتصال المفكك او الاتصال اللي انا فاهمه لا والاتصال الذي لا يعتبر اتصال حقيقي والذي لا يؤتى بذوره وثماره مش بذوره ثماره بعد عملية هذا الكونكشن. سيبك من كل هذا الحكي لأنه الموضوع شكله أكبر مني وأكبر منك وأكبر من صاحبة الفيديو نفسه لكن اللي هي وصلته بعد هاي الدراسة اللي على ذمتها استمرت لمدة 6 أسابيع وست أسابيع مش مدة طويلة مش عارفين ليش كثير proud في الست أسابيع هذول. بيقول لك السبب الرئيسي للـ unraveled connection هو الـ fear of shame أو shame أو الـ feel of shame والفيل اوف فير الخوف وانك انت تستحي على وجهك انك انت زلمة مش قادر تعبر عن نفسك بطريقة ألتيميت او بطريقة يعني كثيرة او كبيرة او بما يليق بنفسك او بشخصك انت مش قادر تعبر عن حالك وتكونكت مع الناس بطريقة كثير قوية to express yourself بسبب انه you feel of shame او you are fearing من انك انت تعمل هاي الشغلة والسبب الأساسي وراء أنك أنت حاسس هيك هو أنك you feel أنه you are not enough أنك أنت حاسس أنه أنت غير كافي وغير جدير بهذا الشيء فتخاف أنه هذول الناس بعد ما تعبر عن نفسك وتخبرهم أفكارك وإيش قاعد تفكر أنهم يخصموك ويبطلوا يحكوا معك. أخ يا قلبي على كمية الإيموشنز اللي في الموضوع. المهم هذا الشيء اللي انا بحكي لك عنه اللي عم بيصير معك سمته صاحبة هذا الفيديو ايش اسمه fear of this connection انك انت خايف تصير او تخسر او تفقد الكونكشنز بينك وبين الناس اللي انت عم تتواصل معهم بسبب انك انت حاسس او خايف من هذا
الشيم او عندك خوف شديد او حساسية مفرطة من هاي الاشياء اللي انا مش عارف شو هي، او انت مش شاطر كفاية في هذا التعبير او في هذا الشيء اللي انت راح تعمله وما راح تقدر تعمله، وهذا الشيء برضو اللي سمته الأمورة صاحبة هذا الفيديو excruciating vulnerability. انا ما إلي دخل يعني، انا قعدت 3 أسابيع اتدرب على الكلمة عشان انا اعرف احكي لك اياها، ما تقول لي ده. واللي ترجمتها الحرفية الحساسية المفرطة تجاه الأشياء أو التأثر المفرط بالأشياء اللي بتصير حواليك أو الرياكشنز اللي بتصير حواليك أو الخوف الشديد أو الضعف الشديد، كل هذول معناهم الكلمة اللي حكيتها قبل شوي اللي ما راح أعيد لك إياها، ما صدقت على الله وأنا أحكي لك شو هي. وبعدها يا سيدي العزيز هذه الولية مهديتش ما سكنتش، قررت أنها تكمل هذه الدراسة واستمرت هذه الدراسة بدل 6 أسابيع لسنة، ها بلاش نحكي في دراسة، وبدل سنة ل6 سنوات من دراسة أوضاع الناس وعلاقات هدول الناس، وعمل فوكس جروبس ميتينجز. فوكس جروبس ميتينجز يعني الناس بتفهم وبنتعلم، الناس قاعدة بعض مع بعض تفهم بهذا الموضوع عشان تطلع بقرار وأناليسس لهذا الموضوع، هو مش إشي سهل فبياخد وقت كتير طويل عشان تجمع هدول الناس أساسا مع بعض وتوصل لقرار. أصلا هم يتجمعوا مع بعض بدك مجهود قد الكوكب، وعشان تخليهم يوصلوا لقرار مع بعض ويتفقوا أساسا بدك قدهم مرتين. وبرضو قرأت أبحاث كثير، ليش قرأت هذه الأبحاث وليش عملت كل هذه الدراسات وليش قاعدت كل هذول الناس اللي ما بيعرفوا بعض أساسا وهم جدا في القصة مع بعض علشان توصل لشو الحل لموضوع هاي الحساسية والتأثر المفرطين، ولموضوع هذا الضعف والخوف الشديد الذي ينتاب الإنسان من الكونكشنز سبيشالي مع الناس اللي هو أساساً مش داري قرعة راس أبوهم من وين. لو وصلت صاحبة هذا الفيديو لشي سمت لنا أمه مرة ثانية feel of worthiness، الإحساس بأنك أنت جدير والإحساس بأنك أنت ثقة والإحساس بأنك أنت كافي. أنا مش عارف ليش إحنا كلنا قاعدين بنحاول نقنع أهلك إنه أنت ابن عالم وناس وكافي وقادر وتعبر عن نفسك بإريحية وتعمل connections، أنا شو دخلني. المهم بما إنه عم نحكي عن إنه أنت لازم توصل أو عن أهمية connection أو to get connected، أنت لازم نحاول إنه نوصل عطوفتك لإشي اسمه ultimate connection، أقصى درجات الاتصال والتواصل. مش عارف ليش بس أنت لازم توصل. ومن أهم الأشياء اللي أنت لازم تقتنع فيها أنه أنت زلمة كفؤ، أنك زلمة مستاهل، وأنك أنت زلمة على قدر عالي من الكفاءة، وتخفف موضوع الحساسية المفرطة الموجود عندك والخوف من الكونكشن اللي موجود عندك، وما تتأثر بكل إشي بصير حواليك. يعني حاول ببساطة أنك أنت تمسح شوي علشان تقدر تتواصل أو تتواصل مع الناس والناس يتواصلوا معك، ما تكون حساس لدرجة عالية انك انت لدرجة انك انت مش قادر تعبر عن معابرك. ماشي معلم. وعشان تقدر تعمل هذا الحكي في مجموعة اشياء انت برضو لازم عطوفتك تقتنع فيها وتحس انها هي صحيحة وما لها داعي. شو هي هاي الاشياء؟ ما هطولهم عليكم، من 3 أشياء courage, compassion, what to get really connected. شو يعني courage؟ courage يعني انك انت يكون عندك الحماس والدافعية انك انت قادر انك انت تعبر عن نفسك وتحكي عن حالك من جوا صمصيم قلبك، يعني من جواتك هذا الحكي يطلع عادي من غير ما انت تتكلف فيه. الشغلة الثانية اللي هي الكومباشن انك انت تكون على طبيعتك، تكون زي ما انت في الحياة من غير تهتم انه الناس التانيين شو راح يفكروا عنك، وتعبر عن نفسك بطريقتك اللي انت مريحتك اساسا، بعدين نيجي للناس نشوف هدول الناس شو اللي بهمهم وشو اللي ما حيخليهم يزعلوا مني. انا بالنسبه لي اي دونت كير لهي الجزئيه تبعت انه الناس كيف راح يفكروا عني او انه هم راح يحبوني ولا يكرهوني، اللي يحبني يحبني واللي يكرهني كل واحد حر في مشاعره. والشغل الثالث انك انت توجت ريلي كونكتد، انك انت تحصل على موضوع التواصل وتنجزه باقصى درجاته في الرياليتي. طبعا برضو I don't care بهذه الجزئية، بس أنا بحكي لك 3 شغلات اللي هم مهمين عشان أنك أنت توصل للألتيميت كونكشن وأنت حر. يعني باختصار شديد اللي بدي أحكيه في هذا الجزء من الفيديو، لأنه هذا الفيديو راح يصير كثير طويل فراح أقسمه لجزئين، هدول 4 راح أقسمه بس لجزئين لأنه طولنا كثير.
الزبدة انك انت تبعد عن موضوع الحسية المفرطة والخوف والضعف الشديدين والتأثر الهائل بالرياكشنز اللي عم بتصير حواليك، وتكون انت زلمة انيشيتيف انك انت تعبر عن نفسك، وتكون انت زلمة تأخذ بزمام المبادرة لحتى انك انت تحكي وتتواصل مع الناس، طبعا بالطريقة اللي انت راح تكون مرتاح فيها. طبعا مش راح تسب عليهم وتسئلهم وتجنن سماهم بعدين تحكي I'm getting disconnected. Definitely you will be getting disconnected. وانا اول واحد راح يبطل يسلم على اهلك. المهم تكون انت willing to express your thoughts, willing to get connected, willing to express your concepts or ideas or notions, or definitely you're willing to express your emotions etc. bla 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 bla. لهون انا حكيت لك هذه الجزئيات من هذا الفيديو، راح اوقف واكمل الجزئيات المهمه برضو في الجزء الثاني من هذا الفيديو. فاللي بدي اياه منك تنزل تحت على الكومنتس تحكي لي ايش رايك في هذا الموضوع. Are you connected or you are not connected due to انك انت خايف انك انت تتواصل مع الناس، او مش قادر تعبر عن كل شيء جواتك، او انت لما تكون على طبيعتك الناس كلها بتبطل تسلم عليك؟ عشان نشوف لك حل بهذا الموضوع. وبرضه استنى الجزء الثاني اللي راح ينزل من هذا الفيديو، لانه I think انه it will help you انك انت to try to get out of هاي الزون، راح يحاول انه يساعدك انك انت تطلع من هذا المكان اللي انت موجود فيه، ان شاء الله انه يساعدك. فمن هون لأشوفكم الجزء الجاي. سلام.